عاتقا. شكرا مرة أخرى الأخت عتيقة. مرحبا بالسادة المشاهدين, نحن الآن في محترف الفنان محمد النخلة, وأعتقد أن الصور تغنينا عن كل تعليق. الفنيه انا عندي كتحاول تركب مجموعه من الاشياء اللي يعني الناس ربما كتبان لهم هي بسيطه وتافهه, ولكن بالنسبه للفنان كتبان مهمه بزاف, لان بعض النماذج اللي هي تقليديه اللي كتحمل رموز وعلامات. حنا عندنا هنا في يدي رابوز ديال فاس, هذا من الروابز القدام ديال فاس. يمكن حاول نخدم هذا الرابوز هذا. وعندي بعض النماذج هنا بحال الكحله ديال الكحل اللي هي من الركشيه, فيها تاهي رموز كتحمل مجموعه من الرموز, وهذه مابقاش تيستعملوا بزاف من بعض النماذج اللي هي تاهي قربت من القرض. عندي من مراكش عندي واحد نموذج اخر اللي مخدوم بالعظم ومخدوم بالمعدن. إذا انا كنحاول اللوحه ديالي نركبها مجموعه من الاشياء اللي هي مخوده من مناطق المغرب, شمال جنوب شرق غرب, وكنحاول نركبها في واحد التركيبه تكون منسجمه وتركيبه تكون متوازنه. كما قلت كاين هنايا فاس وكاين مراكش كاين, ونشوفنا مثلا كاين خميه تاهي, هذه خميه ديال غنشوف كيفاش غادي تحاول نركب. حتى عمليه التلصيق تكون هي تلصيق حتى هي بطريقه كتكون طريقه بلديه طريقه تقليديه. يعني كنحاول هذه اللوحه ديالي دائما كتجمع ما بين مناطق في المغرب وتكون طريقه تقليديه وتكون كتجمع بين الشمال والجنوب الشرق والغرب في المغرب كامل. ان هذا النوع من الفن هو نوع تقليدي في نفس الوقت هو فن معاصر. هذه صباغه دابا انا محضرها, هي اللون ديالها احمر, هذه كتسمى الفوه. الفوه هي دايره بحال 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 الشعر, وكتطبخ في الماء السخون, خصو يكون الماء السخون مغلي مع الصفر البيض مع ويل ديال شويه ديال هذيك كتعطينا اللون الاحمر. وكنلاحظ ان اللوحه ديالي كلها كيطغى عليها اللون الاحمر, اللون السائد فيها هو اللون الاحمر. كاين هذا هو لون بني قاتم, هذا قشر القرقع, قشر القرقع هو اللي كنستعمل. هذا زعفران, زعفران في نفس التحضير حتى هو تندير له الصفر البيض, كندير له ويل دو لان مسخون مقطر. الصباغه ديالي كلها اذن هي محضره, حتى الصاغ حتى هو كنحضروه بنفسي. اذن كنحاول نعتمد في الصباغه او لا في التقنيه او لا حتى في المواضيع كل شيء ما هو مغربي وما هو اصيل. اذن هذا هو طريقة العمل. كنحاول دائما حتى في الألوان ديالي تكون ألوان مغربية, ألوان دافئة, ألوان مراكشية حمراء. ما تكونش عنده واحد تصميم اولي, من الاحسن تكون عنده البدايه وهو ما عارفش فين كيوصل في النهايه, بحال اللي كيقول بيكاسو. ولكن دائما انا كنبدا وما عارفش راسي فين غنوصل, ولكن يمكن له واحد السالة في البدايه اولا تسالى وهي ما عمرها غادي تسالى. يمكن طرق او محطات للوحه, ان اللوحه ما يمكنش انا نحكم عليها مسبقا من الاول, يعني نستعمل لها واحد التصميم اولي.
العملية الأولى اللي هي عملية التلصيق. من بعد التركيب نحط التلصيق. اللوحة عندي كتمرن ثلاثة ديال المراحل. أول المرحلة الأولى مرحلة اختيار أشكال، ثم مرحلة التلصيق، ثم المرحلة النهائية اللي هي كنجيب لها صباغة، وصباغة كتكون طبيعية، قشور دجاج، الفرمان، فوالة، النباتات فقط. ما هو نباتي؟ لما أنا انطلقت أنا من الفكرة ديال أنه نحاول مسح الطاولة، معنى مسح الطاولة يعني نحاول ما هو وارد من أوروبا أو لا جايبين احنا من أوروبا من الأطوال صباغة، نحاول نحيد كل شيء ونستعمل ما هو موجود عندنا في المغرب. إنه تحت الساق نحضر نفسي طحين الشباء والمسخون، وكاين الشمايل عمرات كيزيدوا عليها الحديده الزرقاء. إن هذه هذا تلصاق تقليدي، كانوا بكري كيسلقوا الجلد غير بالطيحان. الآن هاد كاين هاد اللصقه هادي، ثم حتى الصباغه كنحاول نحضرها بنفسي من نباتات، نجيب ليها الصفر البيض باش تكون فيها بروتين، باش طول اللوحه تكون عندها امد طول شي شويه. إن كما قلت الفكره انه دائما ما هو تقليدي وذا وما هو مغربي اصيل.